ليونيل ميسي. ميسي يمرر الكرة للجهة اليسار مع إيتو، يصوب ثالث. ثلاثة قوية. بويان يسجل الثالث. ميسي لا يكتفي بالتسجيل بل يوزع ويصنع. نعم، المشجع الكتالوني اللي ظهر بعد لقطة سامويل إيتو اللي ضاعت كان يبتسم، من دهش من ضياع الفرصة، لأنه يعلم أن الثالث قريب، والكرة جت على قدم بويان. يا سلام، الله على سحر كتالونيا. 3 أهداف قابلة للزيادة.